اندبندنت، يعرف يشتغل لوحده. طبعا مش هيشتغل لوحده دي غير لما يتعلم والخبره، عشان كده بيبقى فيه ريسيرش في اوله، في اول الخطوات بيبقى فيه حد سوبرفايزر معاه. اطفي الموبايل. مش نافع يتكتب. هارد ورك شيء مهم جدا في اي ريسيرش. لازم يبقى هارد ورك. انوفيتيف اند كريتيف. الاثنين ممكن يكون معناهم قريب قوي من بعض. بس الكريتيفيتي معناها الوصول لافكار جديده. الانوفيشن هو تطبيق الافكار دي بطرق جديده. خلاص؟ حاجه كده زي الساينس والتكنولوجيا. فالانوفيتيف وكريتيف لازم يكون دي احد الخصائص الجديده في الريسيرش، لان هو الحقيقه بيعمل ريسيرش وممكن يكون بيدور على حاجه لسه مش معروفه. فلازم يكون عنده قدره من او يعني كم من الابداع والتخيل والوصول لافكار جديده وعلاقات جديده وتفسيرات جديده ما كانتش موجوده قبل كده. بس الكلام ده مكتسب. في طبعا لازم يكون مكتسب طبعا. بس في حاجات بتبقى سكيلز موجوده عند الانسان موجود بيها بينميها بالشغل والتدريب وكده. يعني مثلا لو انت جيت مره اختلفت مع حد يعني في الموضوع ده كان لسه طالب، يقول الطالب يعني انسان ممكن يتعلم اي حاجه هارد وركر يعني يتعلمها ويبذل فيها مجهود ويتدرب عليها هيوصل لاي اعلى مستوى. طبعا يعني خليها مثال يعني قريب شويه، ميسي مثلا مشهور لاعب ميسي. مهما انا اتدربت كوره وانا عندي 3 سنين وانا ما عنديش المهاره والسكيلز يعني والتالنت اللي عندي ميسي مش هوصل لميسي. وفي فرق وفي واضح جدا قصاده رونالدو مثلا، اكثر اثنين خدوا الكره الذهبيه. رونالدو عمره ما هيوصل لميسي مهما مره مش ممكن. هو ميسي عنده تالنت معينه في اتزانه بقى، في سرعه بديهته، المهم يعني سكيلز معينه كده وتالنتس معينه موجود بيها بتخدمه في مجال الكوره. وهكذا في كل مجال، يعني مهما درست موسيقى وتعلمت مش هعرف اعمل مقطوعات موسيقيه زي بيتهوفن، مهما اتعلمت شعر وقريت شعر مش عارف مش هكتب شعر، مش هعرف شعر زي احمد شوقي. محمد صلاح. وهكذا. محمد صلاح مش هيوصل لميسي مهما عمل. لا لا ده عداه لا لا. ده حقيقي. ده بقى بايظ. اعمل ريسيرش وشوف ها فعلا تخطاه ولا لا. بس ما تبقاش بايظ. فالمهم الانوفيشن والكريتيفيتي بقى دي برضه من ضمن التالنتس اللي الانسان بيتولد بيها. وادل دليل على كده ان تلاقي في ناس ودي اثبتوها على فكره بقى بتركيب المخ، يعني في ناس مخهم يبقى سهل جدا بالنسبه له انه يحل ويفهم الماثماتكس. جدا. والهندسه الفراغيه خلاص مخه متركب بطريقه معينه ان هو بيقدر بسرعه يلقط ويفهم العلاقات الرياضيه والهندسيه والحاجات دي. وفي ناس تانية لا مهما تحاول معاه يعني هيبقى محدود مش هيوصل للشخص التاني. ودي لقوها فعلا في تركيب يعني توزيع. انتوا عارفين المخ طبعا في خلايا عصبيه وكده، يعني في اجزاء معينه من المخ بتبقى فيها خلايا عصبيه اكتر وتوصيلات اكتر للناس اللي ايه شاطره في الماثيماتكس. فهي دي تالنت. تالنت يعني ايه موجود بيها باختصار يعني. تنميها بالتدريب بقى. في اثنين تالنتد، واحد ممكن يبقى يوصل انه يكون مخترع وعبقري والتاني لا. ليه؟ عشان ده بقى نمى الموهبه اللي عنده وده سبع زمان. بس ما نماهاش. شغل الحته اللي فيها بالظبط. خلاص؟ ففي حاجات الانسان موجود بيها وفي حاجات لا، دي في وجهه نظري يعني الشخصيه. كريتيكال ثينك مهم جدا ان هو لما يشوف حاجه ما ياخدهاش مسلمه، لا لازم لما يلاقي يقرا حاجه مثلا نظريه معينه بحث معين بيقراه وشايف النتائج بتاعته، مش عشان هو باحث مثلا بقاله كده يبقى يصح 100%، لا ممكن غير يقرا، مفيش انسان صح 100%.
كل انسان يؤخذ منه ويعطى، خلاص؟ فبالتالي لازم يبقى عندك كده دايما تفكير نقدي تنقد الحاجه اللي تشوفها وتقراها وتسمعها، يعني مش شرط تكون صحيحه 100%، لازم يعني مخ دايما يفكر انه هل الكلام ده مقبول ولا مش مقبول، منطقي ولا مش منطقي، علمي ولا مش علمي، خلاص؟ فلازم يكون عندك كريتيكال ثينك. كان بيعجبني جدا المناهج بتاعت الدول الامريكيه وكده شفتها، يعني ان دايما في نهايه كل درس يجيب لك كريتيكال ثينك سيكشن كده، كريتيكال ثينك. في اسئله يعني شويه بره، يعني ريليتد بالسبجكت شابتر، بس شويه ممكن تكون لما تروح تتخيل انها بعيده. لا، لكن هي فعلا قريبه جدا تفكر فيها. وبيبقى في انواع معينه من الاسئله بتخلي الطالب ان هو يعني يشغل مخه في اكتشاف علاقات جديده في الدرس، مش لازم تكون ستيتد كده صريحه او المدرس من قلبه بطريقه صريحه. مثلا تطبيق مثلا المعدات الرياضيه على الحياه العمليه، اشتريت تفاح واشتريت مش عارف ايه ومعايا فلوس قد ايه وهكذا، ازاي تحول المساله دي الى مثلا رموز معينه وتحط تطبيق عليها معدات. ده كان جزء من كريتيكال ثينك. ف للاسف في بعض المدارس بتاخد المنهج ده ويدرسه ويهملوا مين؟ الجزء بتاع كريتيكال ثينك. حتى المناهج اللي هي بنجيبها من بره ونطبقها ما بنطبقهاش بطريقه صحيحه. كان بيعجبني قوي حكايه الكريتيكال ثينكينج السكشن اللي بيجي في المناهج في الكتب. الباحث لازم يكون طبعا عنده افيلابل تايم، والا لو ما عندوش وقت هيعمل سيرش ازاي؟ لو مشغول في الشغل وفي البيت والاولاد وال خلاص بقى، انت ما عندكش وقت تبحث عن حاجه خليك في الساعه اللي انت ماشي فيها. فلازم يكون عنده وقت. ما ينفعش حد يعمل دراسات عليا ماجستير ودكتوراه ويجي للمشرف بتاعه بعد 6 شهور اصلا انا والله كان مشغول مش عارف العيال كانت ايه، خلاص بقى يعني طالما مش قادر تعمل دي وقت يعني تستقطعه كده من حياتك وتخصصه للريسيرش، يبقى مفيش داعي تعمل دي ريسيرش. كتير قوي كان يجي طلبه في اخر الترم مثلا، والله يا دكتور والله احنا مشغولين جدا ومعلش يا ريت تكنسل لنا اعمال السنه وتخلي درجه الامتحان من 100%. اصل انا مش عارف رحت الجيش، اصل انا طب انت جاي بقى تدرس ليه؟ ما طالما ان انت ما عندكش ظروفك لا تسمح بانك تعمل دراسات عليا ما تعملش، استنى اجلها لما تعمل. لان انت مش مجبر تعمل دراسات عليا. يعني اللي في يعني اندر جرادويت لازم يتخرج عشان يشتغل. وده الكارير اللي معظم الناس بتشتغل فيه، ان هو يقعد يدرس ابتدائي اعدادي ثانوي او مثلا مسار ثاني بعد الثانوي يسكت على كده او يخش مثلا كليات او حاجه. فده هو وظيفته في الحياه دلوقتي كده ان هو يدرس، ما عندوش حاجه ثانيه، فكل وقته مخصص لايه؟ للدراسه. بعد ما بيتخرج الدراسات العليا اوبشنال، ينفع يشتغل، ينفع يستقل بحياته، ينفع يتجوز، ينفع 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 وينفع يعني الدراسات العليا. فاذا ما لهاش وقت كافي للدراسات العليا عشان ما يظلمش نفسه ممكن ياجلها او انه يعني يلغيها خالص لو هو مش قادر يلغي التايم، لان التايم في الريسيرش ده ريسورس مهم جدا جدا جدا. بس يا دكتور معلش بره في الدول بره مثلا زي امريكا اوروبا الكلام ده كله، لما في حد بيعمل ريسيرش او حاجه زي كده ومحتاج وقت، فلما بيوفر لنفسه وقت اكيد ده هيجي على شغله او على بيته. تقريبا الدوله ساعتها بتساعده في حاجه زي كده انها بتعوضه. حسب السياسات مالناش دعوه. طيب الريسيرش سكيلز، ايه السكيلز اللي محتاجها عشان تعمل ريسيرش؟ اول حاجه ان انت تحدد الافكتيف، تقدر تعمل افكتيف بروبوزل في الريسيرش بتاعك. تقدر تقدم بروبوزل. الحاجة الثانية ان انت تجنريت ريزلتس، تطلع نتائج، تعمل ريسيرش الاول تطلع نتائج. الحاجة الثالثة اللي هي ايه؟ تكمليكيت الريزلتس دي مع المجتمع العلمي، برزنتيشن وابليكيشن. فدول التلاتة سكيلز الأساسية اللي لازم يكونوا موجودين عند أي ريسيرش. طيب ازاي تفكر
as a researcher. اول حاجه ان انت بتعمل بتحاول تعمل انكويري او انفستيجيشن عشان تلاقي حاجه معينه. الحاجه دي ما انتش عارفها، بتدور على حاجه مش عارفها او لسه مش موجوده، فدي مساله صعبه. الكنترول انكويري ان انت بتعمل كنترول انكويري عشان سيرتن ايفنتس، ظاهره معينه بتدرسها، ايشو معينه، بروبلم معينه، فانت بتحاول تخلي الانكويري بتاعتك كنترول بالقدر الممكن. لازم يكون عندك قدره على البروبلم سيرتن، يعني في من ضمن السكيلز دي يكون عندك بروبلم سيرتن كابابيلتيز، ان انت تابلاي الساينتفك ابروتش على لازم تكون سيستماتيك كنترول كريتيكال، كل دي كريتيكال انفستيجيشن لازم تكون جايدد بايه؟ بالسيري والهايبوثيسيس، لازم تكون انت شغال مش بمعزل عن النولج اللي في المجال اللي انت بتشتغل فيه. لازم يكون الشغل بتاعك كله يكون مبني على السيري او مرتبط بالسيري والهايبوثيسيس والفرضيات اللي انت بتحطها في المجال بتاعك. لازم تكون عندك القدره على ان انت تواجه المشاكل، تحدد المشاكل. الاول تحدد المشاكل دي هي ان انت تقدر انت تتعامل معاها. ولازم تكون عندك القدره على ان انت تحط فرضيات علميه، دي بتسهل جدا الريسيرش زي ما هنشوف قدام ان شاء الله. ان انت تقدر تستنتج الاوت كومز، تقدر يكون عندك القدره على استنتاج من الفايندنجز بتاعت التجارب، الريزلتس بتاعت التجارب اللي بتعملها، الداتا اللي بتجمعها، ازاي ان انت عملت اناليسيس بطريقه معينه، تقدر تطلع ايه بقى؟ تستنتج النتائج النهائيه من البحث، تستنتج ان العلاقه دي موجوده ولا موجوده مثلا. يبقى لازم في قدره على الاستنتاج. والقدره على الاستنتاج دي برضه فيها طرق، ازاي نستنتج حاجه معينه، دي برضه بتيجي بالتدريب. ان انت ممكن تفورموليت هايبوثيسز عكسيه، فرضيات عكسيه عن اللي انت متوقع توصل له. ان انت الفرضيات اللي هي العكسيه دي بتخليك كاني في تشالنج، يعني حد بيقول لك لا النتيجه اللي انت وصلت لها دي غلط عشان كده كده كده. فانت لازم يكون عندك قدره على تفهيم الكلام ده، وانك تفترض من الاول عكس النتيجه اللي انت عايزها، وتشوف ازاي تثبت ان الفرضيه دي غلط. نفي اثبات. في طرق مش شايفينها، في يعني في ماثيماتيكال اندكشنز ما تجيش غير بالطريقه دي. ما تقدرش تعمل انيميشن لكل الحاجات الصح، لكن تقدر تنفي الفرضيه الغلط. انت بتفترض فرضيه غلط الاول انها عكس اللي انت عايز تثبته، ثم تثبت ان الفرضيه دي غلط. كمان ان انت تقدر تصمم وتنفذ الاختبارات العمليه عشان تعمل الريسيرش بتاعك، وتقدر اللي هي تقدر تعمل كونكلوجنز من الحاجات اللي طيب الاكاديميك ريسيرش ده جزء من الريسيرش العادي اللي احنا مرتبطين بيه دلوقتي. دلوقتي بنعمل ايه؟ او المفروض ان شاء الله هيعمل ممكن ماجستير او دكتوراه، ده اسمه اكاديميك ريسيرش، نوع من انواع الريسيرش بس اكاديميك، اللي هو يعني في الجامعات ومراكز البحث. ايه المتوقع من اي اكاديميك ريسيرش؟ ثلاث حاجات: سبستانشال وبادي اور اوريجينال اند سيجنفيكت. المتوقع من اي اكاديميك ريسيرش هو substantial body of original and significant work. substantial يعني حاجه considerable، حاجه كده يعني محسوسه، حاجه كبيره. original يعني اصلي، مش بتاع حد تاني وانت بتدعي انه بتاعك، لا حاجه بتاعتك انت اللي مبتكرها. significant يعني مهم، واضح ليه تأثير قوي. خلاص؟ فيبقى
سيرتيفيكت الاكاديميك ريسيرش الاوت كم بتاعه لازم يكون سبستانشال اوريجينال سيجنيفيكانت وورك. الاوريجيناليتي بتيجي من الاوريجيناليتي 90% من الاوريجينال وورك مش مرتبط بالانوفيشن ولا الكريتيفيتي ولكن مرتبط بالكومبينيشن. يعني ايه كومبينيشن؟ يعني ان انا الينك الايدياز بالفاكتس بطرق مختلفه. ازاي الكلام ده؟ ان انا الينك نيو فاكتس مع نيو ايدياز. فاكتس جديده يعني ايه؟ داتا وده من التاكد منها فاكت بسبب ايه؟ دقه جمع البيانات. يبقى الفاكتس عباره عن ايه؟ فيريفايبل داتا. خلاص؟ مع يبقى نيو فاكتس عملنا ميجرز جديده لحاجه ما اتحسبتش قبل كده. او ميجرز بطريقه ادق حاجات كانت بتتقاس قبل كده بطريقه بطرق غير دقيقه بسبب وجود مثلا نيو تولز اقدر اقيس بيها الحاجات دي بطريقه ادق. فاذا قدرت اوصل لنيو فاكتس واطبق عليها نيو ايدز يبقى ده كده ايه اوريجينال او نيو فاكتس مع اولد ايدز. عندي نظريه موجوده بس ما كانش عندي التكنولوجي اللي اقدر اعمل بيها تجربه اثبت بيها النظريه او فيها. فلما يطلع نيو فاكتس يعني ايه داتا فيريفايد جديده بسبب تقدم تكنولوجي معين اذا ايه بقى عندي نيو فاكتس اقدر ابلاي على الاولد ايدز النظريات اللي موجوده قائمه. او الاولد فاكتس بس النيو ايدز داتا فاكتس موجوده بس ما فيش نظريات لسه قادره توصف او تشرح او تفسر الفاكتس. فالنظريات القائمة مش بتفسرها فنقدر نوصل للنظرية دي. خلاص؟ فالايدياز اللي هي ايه؟ طرق الارينجنج الفاكتس مع بعضها عشان نطلع ارجيومنتس عشان نعمل انفرنسز عشان نقدر نفرض فرضيات معينة ونوصل للكونكلوجن. دي هي الافكار، الافكار اللي انا بقدر انكت بيها الفاكتس المختلفة بطرق مختلفة. يبقى نيو فاكتس مع نيو ايدياز او نيو فاكتس مع اولد ايدياز او اولد فاكتس مع نيو ايدياز. فاضل ايه؟ فاضل كومبينيشن رابع اللي هو ايه؟ اولد مع اولد مع اولد. انت كده يبقى في اوريجيناليتي خلاص اولد فاكتس واولد ايدياز اوريدي مش يعني مش بتاعتي يعني خلاص موجوده فاكتس موجوده بالفعل وايدياز موجوده بالفعل. طب انا عملت ايه؟ فيبقى الاوريجيناليتي مش دايما بتبقى ان انا فقط حاجات جديده يعني هي كومبينيشن. طبعا نيو فاكتس مع نيو ايدياز هو ده الايه؟ الانوفيشن. انما نيو فاكتس مع اولد ايدياز ده كومبينيشن يعني ده بيور انوفيشن. هنا لا يعني في الجزئين دول في التو كومبينيشن التانيين فيهم واحده اولد لا ما هو في حاجات اوريدي اكزيستنس فانت مش كلها انوفيشن مش كلها كده جزء منها. فاذا الايه؟ الاوريجيناليتي مش لازم كلها تكون حاجه محدش فكر فيها قبل كده في الدنيا كلها ولا سال عنها، لا ممكن تكون اسئله موجوده الناس بتحاول فيها بس بتحاول بطرق مثلا ما قدرتش تؤدي الى اجابات حاسمه فانا عملت طريقه جديده مثلا عرفنا نفسر بيها او نجاوب على الريسيرش كويستشنز. طيب الريسيرش زي ما قلنا قبل كده هو يعني ما هوش مجرد تجارب لا هي اساسا الانتربريتيشن وديب اندرستاندينج تاني اهو تفسير النتائج بتاعت التجارب انتربريتيشن التجربه دي طلعت كذا طب ليه؟ تفسير النتيجه دي تفسير النظريه دي ايه؟ تفسير الظاهره اللي قدامي دي ايه؟ انتربريتيشن وديب اندرستاندينج نيو ريسيرش نيو لاين اوف ريسيرش فنيو اريا اوف ريسيرش مثلا او انفينيشد بزنس انت يعني عملت جزء من الريسيرش بتاعك في البيزنس بتاعك في الابلكيشن بتاعك في الماستر ولسه ينفع تكمل عندك افكار ينفع تكملها عندك حاجات ينفع تكملها في دكتوراه مثلا ده انفينيشد بزنس في جزء لسه ما خلصتوش extension of work يعني
مكان ممكن تستلم الكورس اللي انت عملته، خلصت الشغل بتاعك بس ينفع تشتغل انترنشيب في اماكن ثانيه او في وزاره ثانيه. السيجنيفيكانت بقى كونتريبيوشن او السيجنيفيكانت ده حاجه كبيره. البي اتش دي لازم تكون سيجنيفيكانت، البي اتش دي لازم تكون بروفيشنال اند سيجنيفيكانت. الماستر لا مش لازم. طيب سيجنيفيكانس هنا مين اللي هيحددها؟ ان انت يكون عندك اثنين ثلاثة كي ايدنز، ان انت ممكن تقول هم دول الكونتريبيوشن بتاعتي. عندك فكرتين ثلاثة جداد في الدكتوراه بتاعتك، بتقول هم دول بدون تردد كده ده الكونتريبيوشن بتاعي كذا وكذا وكذا. بتقولهم بقى من خلال ايه؟ اربع حاجات. ام اي بي سي. What is need? What is the need? ايه need للحاجات اللي جديدة يعني؟ الفكرة بتاعتي الجديدة دي، الفكرة الجديد ده، ايه need بتاعك؟ طيب، وايه approach؟ ان انت بتدرس need من بداية. في need معينة، والneed دي فعلا موجودة real need، يعني ملهاش حاجة كده سوفسطائية أو خيالية، لا ده في need موجودة فعليا. وانت عملت ابروتش لايه؟ لان انت تدرس النيد دهية، ابروتش جديد مثلا انت تحقق من النيد دهية، والبنفيت من الابروتش ده اوفر الكوست، الابروتش بتاعك ده اسرع مثلا، اقل تكلفه، مور اكيوريت، مور بيرفورمانس بتاعته بصفه عامه احسن. فيبقى ايه البنفيتس بتاعت الابروتش الجديد ده اللي انت بتقدمه؟ ثم الكومبيتيشن بقى ايه بقى؟ يعني فوائد الابروتش ده احسن في ايه من الكومبيتيتور ابروتش، الاكزيستنج ابروتش، الطرق الحاليه لحل المشكله دي او تحقيق النيدز ده. انت بتتكلم تشرح ايضا بتاعتك والكونكلوجن بتاعك فيه من خلال اربع حاجات. كل ان في نيد عشان تعمل ريسيرش على الحاجه دي، دي اساسا حاجه اساسيه. يعني جزء كبير من البروبوزل تقدمه ان في نيد فعلا لعمل ريسيرش في النقطه دي، مش بتعمله علشان حاجه ملهاش لازمه، وان انت كده يبقى بتعمل ايه فايده؟ ايه فايده؟ ده اللي هو ايه؟ ريسيرش. في نيد لعمل ريسيرش، والابروتش اللي بتقدمه ده هو برضه الابروتش ده جديد مثلا، والبنفيتس من الابروتش ده بيقدم ايه؟ والابروتش ده against the competitor approaches ايه فوائد؟ ايه مميزاته؟ خلاص؟ فانت محتاج في الدكتوراه يكون عندك من اثنين لثلاثه كي ايدياز، وتكون اوريدي تقدر تقولهم كده قدام اي مؤتمر، اي حد يسالك انت ايه يعني اللي قدمته في الدكتوراه بتاعتك؟ ترد عليه بلا تردد، عملت كذا وكذا وكذا وكذا، دي عشان تصيب تتكلم عن كل نقطه منهم في الاربع حاجات. يبقى دي حاجه تكون يعني انت متاكد منها ووصل لها ومن غير تردد تقولها، يعني في منتهى السرعه كده كده. احيانا يسموه انيفيتور سبيتش، يعني ايه؟ كلمه سريعه وبيقولوا جايه من كلمه انيفيتور، ايه؟ لان الاسانسير بيخليك تطلع يعني تسرعات عاليه بسرعه، كانك عايز تقول شيء مهم جدا بس تكونه بمنتهى السرعه والثقه والتركيز في مثلا دقيقه او الاثنين. عشان كده احنا بنسموه الفيجوال سبيتش. طيب السيجنفكنس الجراديوال سبيتش بقى اللي هو زي حضراتكم كده زي حتى في الدكتوراه، ما كانش لسه عنده الخبره اللي تخليه يحدد ايه هو الشغل السيجنفكنس. امتى يخلص شغل يقول عليه سيجنفكنس ويبقى سيجنفكنس. في الحاله دي السوبرفايزر هو اللي يعني هو اللي يعني وانا كنت شغال في الدكتوراه كان النص بتاعي خلاص انا انت كده ايه فارق، انت كده وصلت سيجنفيكانت ورك. سيجنفيكانت ورك ينفع لما تقدمه في مناقشه الدكتوراه يتقبل، يتقال عليه سيجنفيكانت خلاص، مش حاجه صغيره، لا انت بتعمل كونتريبيوشن واضح كبير في المجال اللي انت بتشتغل عليه. والدكتوراه لازم تكون كده، الماجستير مش لازم. هنشوف كمان شويه الفرق بين الماجستير والدكتوراه.
الشغل الكتير لا يعني ان هو سيجنفكت، بس لازم الشغل يكون يعني الكم وليس الكلام، خايف وليس الكلام. مهم قوي شغلك، يعني ممكن والله الكلام ده حصل بالفعل، يعني في ناس وانا كنت في الكليه وطلبه يعني لسه طالبه، تلاقي مثلا ايه مطلوب مننا نقدم لوحه ونحطه في هندسه معماريه، فكان المفروض نقدم لوحه في ميعاد معين، فكنت تلاقي احيانا طالب جايب ثلاث لوح، احنا كنا بنبقى بالعافيه مش قادرين نكمل اللوحه، لقيت ثلاث لوح، نبص له طبعا كده ونتحسر على نفسنا. شو معدي كده؟ وكان الدكتور هيشوف الطالب ده اللي جايب ثلاث لوح وهيدي له امتياز، طب احنا هنعمل ايه؟ ومفاجأة بعد كده الطالب ده جايب مثلا مقبول، ان لوحتين اصلا غلط، يعني فهو كيف وليس الكم. فمهم جدا في الدكتوراه مش انك تعمل شغل كتير ومش سيجنفيك ومش اوريجينال ومش فيه مفروش كونتريبيوشن، لا ممكن تعمل شغل قليل بس الكونتريبيوشن بتاعك سيجنفيك كونتريبيوشن في الفيلد اللي انت فيه. خلاص؟ فمش شرط مثلا كده دكتوراه رسائل الدكتوراه مثلا 300 صفحه تقول انا هعمل ايه؟ لا تشوف بقى الدكتوراه بتتناقش والدوكيمنت اللي بتاخد 300 صفحه وانت يا دوب بالعافيه نكمل 150، مش شرط، ممكن 150 دول يكونوا احسن من 300 صفحه. مثال اديه لكم بيبر بتاع اي يساوي ام سي سكوير، كانت ثلاث صفحات وحاجه مذهله، انقلاب في الفيزياء، ان الطاقه بتساوي مربع سرعه الضوء، الكتله في مربع سرعه شيء، ده اساس القنبله الذريه اساسا. انتوا متخيلين تاثير المعادله البسيطه دي اللي اتعمل عليها صفحات؟ فمش شرط ان انا اعمل بيبر 20 صفحه عشان يتقال عليها ان انا حاجه ما حصلتش، لا مش، فكميه الشغل كتير مش هي الاساس، لكن شغل ايه؟ الفكره، كيف وليس الكم. طبعا الدكتوراه لازم يكون ايه؟ نون تريفيال، يكون فيها شغل نون تريفيال، يعني شغل هو ده كل ده انا عايز سيجنفكت، حاجه تكون يعني مؤثره، الشغل كده ايه؟ تريفيال وكتير ممكن يحمل، لا تكون عامل شغل مؤثر كبير. اذا كان الريزلت بتاعت الريسيرش ممكن يبقى بريدكتد فهو فعلا كده مش سيجنفكت، يعني لما تعمل ريسيرش ولما الناس تشوف انت بتعمل ريسيرش كذا 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 انا متوقع انك توصل لكذا كده انت ما عملتش حاجه، ويكون فعلا التوقعات دي هي اللي انت وصلت لها يبقى انت كده ما عملتش حاجه ايه سيجنفكت. جديده بس مش سيجنفكت. جديده بس مش سيجنفكت. يعني ما هو ده بنحاول، يعني بنحاول نفتح شويه ايه اللي يعتبر سيجنفكت في الجيل ده؟ فكان اذا كان الشغل بتاعك متوقع، يعني يكون المشرف بتاعك متوقع ان انت هتوصل للحته دي كذا في نهايه الدكتوراه، يبقى انت كده ما عملتش سيجنفكت فعلا متوقعه، لازم توصل لحاجه المشرف بتاعك يفاجئ بيها. صح طبعا تجرب، ممكن تفاجئه طبعا بس فانت لازم الماتش بتاعك يكون مش متوقع النتائج اللي وصلت لها. واخد بالك؟ ايه اللي يخلي السيزون بتاعك تبقى كويسه وعظيمه؟ ان انت ممكن السيزون بتاعك تفتح الباب لثلاثه اربعه فيوتشر ريسيرش، ثلاثه اربعه دكتوراه كمان. عملت حاجه جامده جدا، انت في الحاله دي معنى كده ان انت ابتديت اريا اوف وورك ممكن يتكمل عليها ثلاثه اربعه في الدكتوراه كمان. هاي امباكت تاثير الدكتوراه بتاعك كبير، فممكن تقول بقى تقف كده تتباهى قدام الناس وتتفكر ايه بصوا انا عملت ايه؟ سبت علامه في الفيلم كده كل الناس هتشوفها. Change the way of something done today. غيرت
الطريقه اللي حاجه معينه بتتعمل النهارده خليت تتعمل بطريقه مختلفه. انتروديوس ذا نيو كونسبت اللي هو ما كانش يجي حد على باله قبل كده. وهيفضل الكونسبت الجديد ده الناس تفتكره في المستقبل. حليت مشكله بقى الناس بقى لها سنين بتحاول تحلها. مثلا سيلز مان بروبلم، عارفين السيلز مان بروبلم؟ اسمها اللي هي بتاعت الجوفينج تقريبا. اللي كان يقول لك ايه، مثلا سيلز مان عنده واخد شنطه مبيعات قطع على ظهره وعايز يلف على مجموعه من المدن بحيث ان هو يزور كل المدن اللي في الاريا اللي هو بيزورها في اليوم الشغل بتاعه مره واحده بواسطه تانيه، بحيث ان هو يقدر يعدي عليهم كلهم مره واحده بس ونقص الطريق. ليه؟ عشان يقلل التكلفه والوقت طبعا. دي اسمها سيلز مان بروبلم، يبقى عندك خريطه فيها مجموعه كبيره من المدن وشبكه الطرق بتربط المدن دي ببعضها. يعني بين المدينه والاخرى عده مسارات ينفع توصل لها. كانك مثلا من هنا الى مصر الجديده. في طرق كتيره جدا ممكن تروح المحور، تروح مش عارف انت ايه، من كذا من كذا، فتلاقي الخريطه حاجات كتيره. فالسيلز مان بروبلم دي كانت الالجوريزم شغاله وقتها تحلها في خلال ما او يعني تحل مثلا ايه 10 مدن بالكتير. لكن بعد 10 مدن الالجوريزم ما بيخلصش، ما بيوصلش للتاني. خلاص؟ محتاج كمبيوتنج باور وتايم مش موجود خالص. فعمل يعني عمل في ناس عملت بريك ثرو، بيسموه بريك ثرو، اختراق علمي في انه عمل الالجوريزم يحل لحد مثلا 3000 نود في نفس التايم اللي هو كان الالجوريزم بيتحل فيه 10 نود. فده كده ايه؟ حل المشكله الناس عماله تحاول تحل فيها سنين طويله. يعني اتحلت يا دكتور؟ اتحلت طبعا. حل. برضه يقول لي نفسه كده شغال ازاي؟ عايز افهم. بس في ليميت ستيل. نعم؟ بس لسه في ليميت. اي حاجه في الدنيا ليها ليميت. بس احنا بنتكلم على ايه؟ على 10 نودز ل 3000 نود. مثلا هقول لكم برضه في الاي اي حاجه اسمها 8 وين بروبلم شطرنج، بتقدر تحط 8 وزراء على لوكر الشطرنج من غير ما يكون واحد ضارب الثاني. خلاص؟ ففي الجوريزم سيرش تكنيكس معينه كده بتحلها، بس ايه 8 في 8؟ طب لو خليتها 10 في 10؟ لو خليتها 100 في 100؟ تكنيكس مش هتحلها. عملوا تكنيكس كده ممكن تحل لحد 3000 في 3000. 3000 ايه؟ كوين بروبلم مش ايه؟ 3000. ركعة شطرنج من 3000 في 3000 مربع. ويتحلوا في خلال 3 دقايق او دقيقتين او دقيقة. طبعا ده شيء اصلا. عشان تاني الفرق بين الاثنين. Provided strong empirical evidence. الفيلد ما كانش يعني كان في فيلد معين وفرضيه معينه ومش لاقيين لها ايفيدنس يؤكد الفرضيه دي او النظريه دي. فانا قدمت ايه؟ سترونج امبيريكال ايفيدنس. ويل كونتينيو انفلينس ذا فيلد. وبالتالي في ناس كتير هتنفير الشغل بتاعي. يعني اللي انا وصلت له ده هيستمر ياثر في المجال وفي ناس كتير هتسايت هتنفير الشغل بتاعي ده ابحاثهم المستقبليه. طبعا اي حاجه من دول لما توصل لها او تقولها يبقى انت عملت انجاز كبير. طيب the purpose of graduation graduate education ان انت تكستند النولج بتاعك. اول هدف او غرض من غرض البوست جراديوت education ان انت تكستند النولج اللي خدتها في مرحله البكالوريوس. وبالتالي البيرسونال برنسبل ستادي اوريجيناليتي مهمه في البوست جراديويت ستادي. الفرق بين الماجستير والدكتوراه باختصار، في الماستر المطلوب منك ان انت تحل مشكله يوزنج الميثودولوجي اللي انت اتعلمتها. انت عندك ميثودولوجي نولج في معين وعارف عنه شويه نظريات ونولج معينه وميثودولوجي اللي انت عارف ان شاء الله اتعلمها في الكورس ده،
وتستخدم الباسورد دي في حل المشكله. وبالتالي يكفي جدا وان بيبر في جود جورنال عشان تثبت ان انت فعلا عملت يعني حاجه كويسه ان انت تقدم بيبر في جاله محترمه وتكسب وتبقى اكسبت. ده بيعتبر لوحده كده اثبات كافي ان انت عملت شغل يستاهل فلوس. طيب النقطه الرابعه يوزنج الميثودولوجي اللي انت اتعلمتها والاكسبيرينس اللي انت اكتسبتها في حل المشاكل تو بروديوس سمثينج نيو. انت تستفيد كانك بقى بتعمل كده عملت كذا ماجستير وعملت كذا مش عارف حليت مشاكل كتيره بالميثودولوجيز اللي انت اتعلمتها وعندك خبره كبيره في حل المشكلات دي